أهلا وسهلا بحضراتكم. نتكلم دلوقتي على الـ Extensor Apparatus Injuries، ودي هنقولها في بداية الـ Knee Injuries عموما. وقبل ما نتكلم على الـ Extensor Apparatus Injuries لازم نبقى عارفين إيه هو الـ Extensor Apparatus أو الـ Extensor Mechanism. الـ Extensor Mechanism دي بتتكون عادة من الـ Quadriceps Muscle، Quadriceps Tendon، والـ Patella والـ Patellar Tendon والـ Tibial Tuberosity. هقول تاني، الاكستنسور ميكانيزم بتتكون من الكوادريسبس ماسل، كوادريسبس تندون، باتيلا، باتيلر تندون، اند تيبيال تيبروستي. دول مع بعض اي خلل في الجزء ده بيأثر على الاكستنسور ابريتس او الاكستنسور ميكانيزم. الكوادريسبس ماسل دي مش عضلة واحدة، دول فور ماسلز بتكونوا الكوادريسبس ماسل. ايه هما الفور ماسلز دول؟ في الريكتاس فيموريس، في الفاستاس لاتيراليس، فاستاس ميدياليس، اند فاستاس انترميدياس. طيب هنتكلم الكوادرسبس تندون او الكوادرسبس ماسل انجري، ودي بتحصل في الاولد ايج وعاده في البيشنتس اللي هم بياخدوا كورتيكوسترويدز، وممكن تبقى ميد سبستانس تير، بارشال تير، و او كومبليت تير، او افالشن فراكشر. البارشال تير بنعالجه بسلندريكال كاست for 6 weeks وبعدين يبتدي فيزيوثيرابي. الكومبليت تير بنعمل له ريبير. الافالجن فراكشر بنعالج الفراكشر وبالتالي نريستور الكوادريسبس ميكانيزم. الباتيلر تندون انجريز دي بتبقى كومن في اليونج ايج، وممكن تبقى يا اما رابشر للتندون نفسه يا اما افالجن، والافالجن ده هيبقى يكون من حتتين، يا من الباتيلا يعمل تيبيال تيبروستي. الفراكشرز اوف ذا باتيلا هنتكلم على الميكانيزم اوف انجري، يا اما يبقى دايركت زي ما كنا بنتكلم على البوستيريو ديسلوكيشن اوف ذا هيب، وقلنا ان دي بتعمل بيكون اسوشيتد معاها فراكشر اوف ذا باتيلا ممكن، او افالشن فراكشر. الكلاسيفيكيشن كلينيكال بيكتشر اند تريتمنت اوف فراكشرز اوف زي باتيلا. اول تايب عندنا ممكن نقابله اللي هو النون ديسبليسد ترانسفيرس فراكشر. العيان ده بيجي لك عنده بين، عند سويلنج، عند ليميتيشن اوف موشن، ولكن رينج اوف موشن هتلاقي عنده رينج اوف موشن، هتلاقي الاكستنشن اوف ذا ني از بوسيبل. ليه بقى؟ عشان الانتاكت باتيلر ريتينيكلم، وده بنعالجه ان احنا بنعمل سلندريكال كاست فور 6 ويكس. الديسبليس ترانسفيرس فراكشرز بيكون فيها بين، يبقى فيه لوس اوف اكتيف اكستنشن، وكمان لان ده بيكون الباتيلر ريتيكولم كمان افكتد، وممكن بتحس بايدك جاب موجوده. و طيب ده في جاب، في بين، في سويلنج، في limitation of active extension، ما فيش active extension، الباتيلر ريتينكلم بتكون affected. بنعمل ايه؟ بنعالجه ازاي؟ بنعالجه بopen reduction و internal fixation بtension band technique، وهنبقى نوريكم شكله ايه. ده عبارة عن حاجة بتتعمل بوايرز عشان نثبت بيها الفراكشرز of the patel. طيب ممكن يكون احب اقول بس قبل ما نقول التايب ده، ان الباتيلا بتبقى ليها upper pool وليها lower pool. الأبر بول ده اللي هو يكون وايد، واللور بول اللي هو بيكون اصغر في الحجم. طيب لو حصل ان الباتيلا بقت فيها partial comminuted fractures، زي ايه مثلا؟ الأبر بول فيه comminuted fracture واللور بول سليم، فبنشيل الجزء اللي فيه كومينيوشن، مش هنقدر نرجعه، مش هنقدر نعمل ريستوريشن للارتيكولار سيرفيس، ولا نرجع الاناتومي بتاع الباتيلا. هنشيل الجزء المكسور ونوصل التندوم ببقيه الباتيلا السليمه، يعني هنعمل بارشال باتيليكتومي. لو ده حصل في الابر بول هنشيل الجزء اللي فوق ونوصل الكوادريسبس تندوم ببقيه الباتيلا. طب لو حصل في اللور بول هنشيل اللور بول ونوصل باتيلر تندوم بباقي الباتيلا. دي اسمها بارشال باتيليكتومي. ساعات يحصل بقى ان الباتيلا كلها تبقى كومينيوتد،
ما تقدرش ترجعها، ما تقدرش تريستور الارتيكولار سيرفيس، ما تقدرش تريستور الاناتومي، ساعتها هنشيل الباتيلا كلها ونوصل التندوم في بعضه. فدي اسمها توتال باتيليكتومي وريبير اوف ذا اكستنسور ميكانيزم. طب هقول تاني، عندنا الفراكشرز اوف ذا باتيلا، ممكن يجي لك الفراكشر ده ترانسفيرس فراكشر، نون ديسبليسد فراكشر، تلاقي العيان بيعمل اكتيف اكستنشن والباتيلا الريتينكلا هتكون انتكت لانه بيعمل اكتيف اكستنشن، وبالتالي التريتمنت هنعمل سيلندريكال كاست فور 6 ويكس وبعدين نشيله ونعمل فيزيوثيرابي. طيب لو جينا لقينا الفراكشر ده ترانسفيرس فراكشر ولكنه في جاب وفي لوس اوف اكتيف اكستنشن، بتكون الباتيلا الريتينكلا افكتد، ونعالج العيان ده ازاي؟ نعمل اوبن ريدكشن للفراكشر وانترنال فيكسيشن بتنشن باند تكنيك. طيب لو جت الباتيلا جزء منها مكسور وكومينيوتد مش هقدر ارجعه، ده بارشل كومينيوتد فراكشرز، هنعمل بارشل باتيليكتومي وريبير اوف ذا اكستنسور ميكانيزم. طب لو كانت الباتيلا فيها توتال كومينيوشن توتال كومينيوتد فراكشرز، هنشيل الباتيلا كلها توتال باتيليكتومي ونعمل ريبير اوف ذا اكستنسور ميكانيزم. الكومبليكيشنز بتاعت دي ان ممكن يحصل اوستيوارثرايتس، لان الباتيلا دي لها الباتيلا فيمورال سيرفيس اللي هو قصاد الباتيلا ده ارتيكولار سيرفيس اللي هو بيكون قصاد الفيمر سوري ده ارتيكولار سيرفيس، فلازم تريستور الارتيكولار سيرفيس والا هيحصل باتيلا فيمورال اوستيوارثرايتس. طيب كوندروماليشيا باتيلي، هنتكلم دلوقتي على الني انجريز، هنتكلم على الـ injuries of the meniscus of the knee. هنقول الـ meniscus دي عندنا كم meniscus موجودين جوه الـ knee، عندنا medial meniscus and lateral meniscus. طب what are the functions of the meniscus؟ فايدتهم ايه؟ بيزودوا الـ stability، بيكنترول the rolling and gliding mechanism of the knee. حركة جو في الني بتكون رولينج 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 زين جلايدينج، فاللي بيكنترول الحكاية دي هما المينيسكاي، بيعملوا وظيفة أخرى اللي هو distribution of the load during movement. يبقى عندنا ثلاثة important functions: stability بتزود stability، control للرولينج and gliding mechanism، وب distribution of the load. فدي وظائف مهمة. هنبص على الصورة دي كأنك باصص على knee joint متشال منها lower end of femur. فعندنا يعني انا هشاور بالبوينتر، بس لو مش ماشي مع الكلام يبقى حضرتك هتشوف اللي مكتوب. ده اللي واقف عليه ده lateral meniscus. وليه بقول انه لاترال مش الميديال؟ لانه جنب الفيبولا والفيبولا لاترال، وهنا ده الميديال منيسكس تو منيسكاي، ده البوستيرير كروشيت ليجامنت اللي بيكون بوستيرير، وده الانتيرير كروشيت ليجامنت، وهنا مكان اللاترال كولاترال ليجامنت، وهنا مكان الميديال كولاترال ليجامنت. طيب ماشي، بيكون دول supporting structures من outside the knee، ولكن هنفترض ان احنا شايفينهم، هو طبعا دول مش موجودين قدام، لكن انا بوريكو ان بيبقى فيه كمان four ligaments: medial collateral ligament, lateral collateral ligament، وجوه في anterior crochet. الميكانيزم of injury of the meniscus ازاي بتحصل؟ ازاي تيجي لما يكون في flexion وحصل twisting والفوت ماسكة في الأرض، وما بيحصل كده during مثلا football playing ولا حاجة، بيحصل إن المنسكس بتبقى displaced towards the center of the knee، وبعدين يحصل إن يحصل extension of the knee والمنسكس ما تكونش لسه رجعت مكانها، فبالتالي يحصل لها grinding تطحن ما بين الفيمر والتيبيا. ده الميكانيزم of injury of the meniscus اللي هي force that grinds the meniscus between the femur and tibia. ده بيحصل during football playing after
twisting injury. الباثولوجيكال اناتومي اللي هنتكلم عليه الانجري of the medial meniscus is more common than the lateral meniscus. ليه بقى؟ لان الميديال كومبارتمنت اوف ذا ني بيشيل 90% اوف ذا لود ديورينج ويت بيرنج، ويبقى ده بيشيل 90% وده بيشيل 10%، فالانجري هنا بتكون اعلى في الميديال meniscus. كمان الميديال meniscus is attached to the capsule واللاترال meniscus لا، فبالتالي الميديال meniscus is more fixed او less mobile، فبالتالي هي liable to injury اكتر من اللاترال meniscus. في صورة بتبين اللاترال meniscus والميديال meniscus ولور اندو فيمر والارتيكولار سيرفيس اوف ذا باتيلا. ده الشكل للتير اللي ممكن يحصل في meniscus، حاجتين، يا اما ده longitudinal tear يسموه باكيت هاندل تير، وده ترانسفيرس تير يسموه باروت بيك. باروت تعرفين الباروت طبعا، باروت بيك تير. المنسكاي توتالي لما نيجي نتكلم عليهم ان جنرال نقول ان هم فاسكولار، ما لهمش بلاد سبلاي. عشان كده الحاجه اللي ما لهاش بلاد سبلاي ما لهاش باور اوف هيلينج. الهيلينج دايما بيعتمد على البلاد سبلاي، ما عدا الاوتر ثيرد ده ليه بلاد سبلاي بياخده من الكبسول، ففي شويه فاسكولاريتي موجوده في الاوتر ثيرد، لكن الباقي الانر ثيرد ده مفيش ليه بلاد سبلاي. طيب هقول لكم المعلومه اللي انا قلتها دي هتفرق في احنا جايين عموما للحكايه دي. الكلينيكال بيكتشر من الهيستوري هيقول لك العيان هيقول لك كنت بلعب كوره وحصل تويستنج انجري او حصل تويستنج انجري وانا بجري. العيان ده بليمبنج بيشتكي من جيفنج واي، هيقول لك ركبتي بتفلت مني او بتسيب مني وانا ماشي او بحس انها هتفلت مني وهقع. كل دي حاجات بيجي يوصفها العيان اللي عنده منسكس. ساعات ممكن يحصل لوكينج، لوكينج يعني incomplete extension. ولان كان انا عايز اقول حاجة ان الجيفنج واي ده اكتر بيكون مع الانجريز اوف ذا كروشيت ليجامنتس، وهنقوله لما نيجي نتكلم عليكم، لكن هنا بيبقى يكون اقل شوي، مش دي المين سيمتوم. يعني اللوكينج ممكن يبقى يعني يحصل incomplete extension، يجي العين يعمل extension ما يقدرش للاخر، دي بسموها locked knee. ممكن يحصل recurrent و لما تيجي تحس تندرنس على الجوينت لاين، لو الميديال منسكس افكتد هتحس التندرنس على الميديال جوينت لاين، لو اللاترال منسكس افكتد هتحس التندرنس على اللاترال جوينت لاين. وممكن في لونج ستاندنج كيسز اللي بقى لها مده شويه طويله يحصل اتروفي اوف ذا كوادريسبس ماسلز. في تيست اسمه بوزيتيف ماكموري تيست اللي هو روتيشن ويز فليكشن، ده بنقدر نديتكت منه ال المينيسكال انجري. والحقيقه هو لو كتبت على جوجل ماكمورايز تيست وهتلاقي فيديوز فيهم واحد مثلا 50 ثانيه 45 ثانيه، يعني حاجه صغيره قوي هيوضح لك التيست ده بالظبط. ما كانش نبقى انا هقوله لكم في زوم ميتنج او حاجه. الانفستيجيشنز هنعمل بلين اكس راي هتطلع نورمال، هنعمل ام ار اي وده دايجنوستيك يعني بنشخص بيه المنسكال انجري كويس قوي. الارثروسكوبي، والارثروسكوبي ده اللي هو منظار العظام، ده دياجنوستيك وثيرابيوتيك، يعني ممكن نشخص بيه وممكن نعالج بيه لو لقينا في تير. التريتمنت الكونزرفاتيف تريتمنت، وهو ده بيحصل لو ما فيش لوكينج، وبيبقى عباره عن ريست وايس وكمبريشن واليفيشن وسبلنتنج، مش لازم بوستيريور سلاب، وسلاب دي مكتوبه غلط برضو، فهي سبلنت. اوبريتيف تريتمنت لو الني دي لوكت، يعني ما بيقدرش يعمل كومبليت اكستنشن، ولو السيمتومز بتحصل كل شويه بين وسويلنج ولوكينج وجيفنج واي، ساعتها بنعمل ايه؟ مينيسكتومي.
اوبن او ارثروسكوبيك. اوبن دي ما عادش حد بيعملها، بس احنا يعني بنقولها لكم كده عشان تبقوا عارفين ان كان في الهيستوري الكلام ده كان بيحصل. بارشال اور كومبليت، لا بنعمل بارشال بس، على بنشيل الجزء اللي فيه التير، وبالتالي اسمها بارشال منيسكتومي. ما بنعملش كومبليت لان احنا قلنا المينيسكس اوف المينيسكاي اوف ذا ني ليهم وظائف مش موجودين كده، فبيعملوا ستابيليتي، بيعملوا كنترول للرولينج والجلايدنج ميكانيزم، بيعملوا الديستريبيوشن اوف لود، وبالتالي لو شلنا المينيسكس توتالي اللود هيبقى كونسنتريتد مور كونسنتريتد على ارياز دون الباقي بتاع الارتيكولار سيرفيس، وده اللي بيؤدي لاوستيو ارثرايتس. لو فاكرين احنا قلنا اللود كونسنتريشن لو زاد بيؤدي لاوستيو ارثرايتس. ده دياجرام كده بيبقى صوره بتبين لنا يعني ازاي بنشيل المنسكس. اللي انتم شايفينه ده دي اله بنقطع الجزء اللي هو فيه تير ونريستور السي شيبد اوف ذا منيسكس، يعني نحاول نبرزيرف المنيسكس ونشيل التير بس ونحافظ على شكل المنيسكس. دي صوره باين فيها هنا الصوره دي بالمنظار، دي ارثروسكوبي متاخده من منظار، ده التير اللي موجود اهو الابيض ده. في حاجه اسمها منيسكال ريبير وبرضو اوبن او ارثروسكوبيك. اوبن ده قديم قوي، كلنا بنعمله ارثروسكوبيك دلوقتي. لو التير في الفاسكولار زون اللي هي في البريفرال زون، يا التير في اللي جنب الكبسول اللي ليها بلاد سبلاي بيسموها الريد ريد زون، وبنعمل منيسكال ريبير وبيحصل هيلينج، ودي حاجه كويسه. دي صوره برضو ثرو ارثروسكوبي. لو حد في حضراتكم مش فاهم حاجه في اي وقت يقول لي وانا تحت امر حضراتكم، اكتبوا على الفيسبوك جروب بتاع الكليه او مندوب الدفعه، كرامي بلغني وانا تحت امركم. شكرا وبالتوفيق.